السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نكمل مع بعض. إحنا كنا وقفنا عند النو، تمام صح كده؟ جميل. وقلنا إن إحنا مش هنعمل طلبية عشان أصلا الطلبية لسه مجتلناش، فهنا طبعا هيفضل فاضي. تمام. نيجي بقى هنا لليوم اللي هنستلم فيه الطلبية. إحنا قلنا إن هتجيلنا بعد يوم، أدي اليوم خلص أهوت. نيجي بقى نستلم الطلبية، هنستلم كام يا عم الحاج؟ قال لك 10، لأن أنت بتعمل طلبية ب10. تمام. فهنا ال بيجيننج انفنتوري بكام؟ ها، ب10 اكيد طبعا، لان انت دلوقتي اصلا غير ان الاند بزيرو، فانت اصلا الطلبيه اللي جات لك اول ما بتجيلك بتحطها في المخزن. تمام. جميل. 10 ناقص 3 هيديك السبعة. انت دلوقتي عملت 3 طلبيات، فتبقى كام؟ 7. هل في لوست؟ نو، مفيش لوست. فهتعمل طلبيه؟ نو. تمام. فهنا فاضي. تيجي هنا مفيش يونت ريسيفد، ان انت ما عملتش طلبيه اصلا. تمام صح كده. جميل. تيجي هنا هتبدأ من حيث انتهى الآخرون. 7، 7 ناقص 3 ها 4، صح كده؟ هل في لوست؟ نو. طب هل هتعمل طلبية؟ يس. بعد ما بتعمل طلبية بقى بتروح تشوف ايه تاني راندوم نمبر. انت خدت أول راندوم نمبر، تاني راندوم نمبر 33. 33 كانت الطلبية بكام؟ كانت بكام؟ الليد تايم كان ب2، معنى كده ان هو ايه؟ هيفوتش يومين ويجي لي الطلبية في اليوم التالت. ادي هيفوتش يومين اللي هو 7 و8، ويجي لي الطلبية في اليوم التاسع. تمام. هنا بقى نيجي ايه، فاليونت ريسيفد هنا فاضي. تمام. نبدأ من حيث انتهى الاخرون، يعني ب4. 4 ناقص 2 ب2، صح كده؟ هنا هل في طلبية؟ هل في لوست؟ لا. هل هنعمل طلبية؟ نو. تمام. جميل جدا. هنا الراندوم تايم والراندوم نمبر والليد تايم فاضيين. تمام. نيجي هنا في 8، هل هيونت في يونت ريسيفد؟ لا، لان احنا اصلا الطلبيه لسه ما جاتلناش. تمام كده. طيب هنبدا من حيث انتهى الاخرون ب2، ف2 ناقص 2 ب0، صح كده؟ جميل. وهنا برضه هيبقى ايه؟ ب0، لان مفيش لوست، صح كده؟ جميل جدا. وهنا مش هنعمل طلبيه. ليه؟ لان احنا اصلا عاملين طلبيه فوق وهتجيلنا بعد يومين. نيجي بقى نستلم الطلبيه بقى اللي هي 10. تمام. وبرضه هيبقى البيجيننج من الفيكتوري ب10. تمام. جميل جدا. هنا 10 ناقص 3 ب7. تمام. وهنا مفيش لوست، مش هنعمل طلبية. وهنا ايه؟ فاضي. تمام كده. نيجي هنا هل في يونت ريسيفد؟ لا. هنيجي هنا عند البيجنينج انفنتوري، نبدأ من حسب طلب اخرين. 7، 7 ناقص 4 هيدينا 3. هل في لوست؟ لا. طب هل هنعمل طلبية؟ يس. نروح نجيب الرقم التالت اللي بعد 14. 14 اهو. تمام. ونيجي هنا هيبقى بكام ال 14 دي؟ كانت الليد تايم بواحد، بس احنا اصلا خلاص خلصنا. خلصنا بقى بنعمل ايه؟ في معلومات كده بنجيبها، اللي هو ايه؟ التلاتة اللي جنب بعض دول بنجمعهم، بنجمع الاند واللوست والاوردر. طب ازاي بنجمعهم يا عم الحاج؟ قال لك بص، ادي اهو وادي اهو. تمام. وادي اهو، تعالى كده اجمع معايا. طيب جيت جمعت معاك اهو. لما تيجي تجمع دول على بعض هيديك كام؟ 41. لما تيجي تجمع دول على بعض 2، ما فيش غير 2، صح كده؟ طب ما اما تيجي تجمع دول على بعض، قال لك يعني ايه هجمعهم؟ يعني هتجمع عدد اليس، تجمع عدد اليس، ادي يس 2 3، ف3. ليه بقى بنجمعهم؟ قال لك عشان تجيب الافريج. تمام. جميل جدا. الافريج ده اللي هو ايه؟ هتقسم الرقم على عدد الايام. طب احنا بنجيب افريج ايه اصلا؟ بص كده، لو جيت بصيت معايا اهو، الافريج اندنج انفنتوري، الافريج لوست سيلز، او اللوست اللي انت فقدته، الافريج نمبر اوف اوردر بليسد، اللي هو دوت. يعني الافريج ده والافريج ده والافريج ده، يعني 41 على 10. تمام. 41 على 10 هيديك كام؟ دي 41. تمام. على 10 ماشي، هيديك كام؟ 4.1. صح كده. جميل جدا. هنا 2 على 10 تمام، هيديك كام؟ 2 من 10، صح كده؟ 2 من 10. تمام. وهنا 3 على 10 هيديك كام؟ هيديك 3 من 10، صح كده؟ جميل جدا. طيب يبقى احنا كده جبنا ايه؟ الافريج لوست سيلز، والافريج اندنج انفنتوري، والافريج نمبر اوف اوردر. تمام. جميل جدا. طب احنا ليه كنا بنجيب الحاجات دي؟ عشان في طلبات تانية هو بيطلبها، فبنستخدم الحاجات دي فيها. تمام. يعني هو بيقول لك انا بفتح 200 يوم في اليوم في السنة. قال لك انا عندي الاوردر كوست ب 10 دولار بالاوردر، والهولدنج كوست ب 6 دولار بس بير يير.
و3 سنت بير دي. ادي دلوقتي الواحد دولار فيه 100 سنت، تمام؟ فعشان تحول من 3 سنت دي للدولار هيبقى كام؟ 3 من 100، 3 من 100 دولار، تمام كده؟ وقال لك اللوس سيلز بتكوست كام؟ ب 8 دولار. فقال لك انا عايز الديلي اوردر كوست والديلي هولدنج كوست والديلي ستوك اوت كوست. فالديلي اوردر كوست بتروح ماسك ايه؟ الديلي اوردر كوست، انت عملت كام اوردر؟ اه الافريج بتاعهم ب 3 من 10، تمام كده؟ طيب هنا بيقول لك ايه؟ هتضرب الكوست اوف بليسنج وان اوردر اللي هو دوت ال10، تمام؟ تضربه فين؟ في النمبر اوف اوردر بليسد بير داي. انت هنا تقريبا حته النمبر والافريج ايه؟ عشان احنا ما بنقدرش نجيب النمبر كله، فبنجيب الافريج المتوسط بتاعه، تمام؟ اللي هو 4 من 4 1 من 10. وبنيجي على الديلي هولدنج كوست برضه نفس الفكره، تضرب الهولدنج كوست فين؟ تضربه فين؟ ها في الهولدنج كوست او الاندنج انفنتوري، تمام؟ اللي هو ايه؟ 4 1 من 10، تمام؟ تيجي تنزل هنا على الديلي ستوك اوت كوست اللي هو الكوست بير لوست سيل اللي هو 8 من 10 اللي هو اديها لك دي، في الافريج نمبر اوف لوست سيلز اللي هو كان كام؟ كان عندك بكام؟ الافريج ب 2، ب 2 من 10، تمام؟ بعدين بعد ما تجيبهم كلهم بتقول ايه؟ التوتال ديلي انفنتوري كوست، وتروح جامع الثلاثه على بعض، هيطلع لك في الاخر النتيجه دي، النتيجه دي، تمام؟ ونكون واحنا كده بنكون خلصنا المساله بتاعتنا ان شاء الله. في الفيديو الجاي ناخد مساله من السكشن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.